الجديد في الذهب نقربوه منكم حتى نرضيكم، والبنات عندهم ما يوريكم. مرحبا بكم معنا البنات في فيديو جديده. جبنا لكم هذه الخميسه ديال المارياج اللي كتجي على هذا الشكل. كيجي الديزاين ديالها شي حاجه اللي خفيفه وزوينه وانيقه، خويتي مني غزاله وزوينه، فيها هكا هاد لافينيات الوسط، جوج صفيفات ديال الحجر من الجناب، والسوليتير كيجي على هذا الشكل. غنحاولوا نشوفوها البنات عن قرب. فوالا كيف كتشوفوا معنا الديزاين ديالها كيجي على هذا الشكل غزيول وانيق. فوالا من الجنب البنات الختم ديالنا كيجي بحال ما هكا، ومن اللور كيجي على هذا الشكل. الطابع ديال الديوانه كيجي بحال ما هكا، من الداخل البنات لاباك ديالنا كتجي على هذا الشكل، خفيفه وزوينه وانيقه في اللبسه ديالها اللي غنشوفوها دابا. تابوناو فاش كتسناو، راه الذهب ملي كيتلبس عاد تيزيان ويبان. فوالا البنات كيف كتشوفوا معايا لاباك دماغياج ديالنا كتجي في اللبسه ديالها شي حاجه اللي خطيره وزوينه. هذوك الحجيرات اللي فيها كيعطيوها واحد الجماليه خاصه، ولي زانفيني حتى هما البنات. جيسبيغ تكون واضحه بالنسبه لكم ونال الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه مسبقا، وما تنساوش مجوهرات فاتين ذهبي حتى لعندك. باش يبقى يوصلكم الجديد ديروا جيم للصفحه ديالنا وتابوناو معنا، وغير بكليك كلشي بين يديك. بيجوتري فاتين ذهبي حتى لعندك.